زوايا ساحة المهد العريقة وسط مدينة بيت لحم تبرز المظاهر التراثية الفلسطينية القديمة التي يقدر عمرها بآلاف السنين. ومع عبق الماضي تفوح رائحة الأكلات الشعبية الشرقية في مطاعم حافظت على جودة مأكولاتها على مر عشرات السنين واتخذت صبغة التراثية. ومطعم فتيم هو أحد هذه المطاعم الذي تميز بالبناء البسيط من الخارج. ولمجرد دخولك هذا المكان وللوهلة الأولى يتماثل أمامك المطبخ الفلسطيني الأصيل بأدواته ومعداته القديمة التي تزين المكان. احنا هلا موجودين في مطعم افتيم. مطعم افتيم هو من اقدم المطاعم موجودة في فلسطين. مطعم افتيم هو تأسس سنة 48 من عائلة يافية الاصل، لجأوا لمدينة بيت لحم خلال فترة الهجرة زي ما صار في باقي الفلسطينيين، وبلشوا يعني بهذا الحرف عن طريق جدي بعدين امامي، ونحن هلا الشباب الصغار عمالنا مدير هذه المصلحه. طبعا احنا بلشنا في مراحل، يعني ما كانش المحل بهذا الحجم، ما كانش بهذه الاليه اللي احنا عمالنا بنشتغل فيها هلا، تطورنا شوي شوي ووصل الاسم يعني لمحلات كبيره كثير بالعالم، لنظافه الشغل، الاتقان اللي احنا عمالنا بنتبعه باليه العمل، كل هذا ساهم انه يقوي يعني يعطي الاسم خلفيه كثير منيحه عند العالم. فنشكر الله يعني هلا اسمنا واصل منيح، عندنا موجودين على مواقع السياحه العالميه، التريب ادفايزر اخذنا سنتين على التوالي شهاده الامتياز، فكل سائح بيجي على مدينه بيت لحم يعني الا يتوجه لهذه المواقع السياحيه من كتب سياحيه من انترنت، موجود اسمنا نحن بالمقدمه. وكل هذا يعني بفضل يعني العمل المشترك اللي احنا عمالنا بنشتغله بالمواد اللي بنستخدمها، كل هذا ساهمت انه يكون هذا الاسم منشر للعالم. البناء اللي احنا موجودين فيه هو من اقدم الابنيه الموجوده بمدينه بيت لحم، عمر المبنى هذا لا يقارب عن 350 سنه. طبعا بما انه هذا الاكل احنا شعبي فلسطيني، فاكيد يعني بده يكون شيء متوافق مع هذا الاكل اللي احنا عملنا من قدم للناس، فكان الخيار انه هيك راح يكون التصميم المحل من جوا. كان الناس ما يستخدموا لا الغاز ولا الكهرباء وهيك، فكانوا يستخدموا هذه الاشياء، يعني كان الفلافل الماء الفلافل الاليه اللي كانوا يستخدموها هو الغاز الكاز البابور الكاز عن طريق مضخة الهواء، مش بهال الاليات اللي هلا عملنا احنا بنستخدمها، فكان كل شيء كان يختلف، يعني كانت حتى حجم الانتاج كان يكون اقل من احنا حجم الانتاج اللي عملنا هلا بنشتغل فيه يعني، فكل هذا نتيجة التطور اللي عمالها بتصير حوالينا يعني من سياح عدد سياح عمال تجي على البلد هون، فهيك يعني كل شيء بتغير، فكان حاولنا نحط هذه الادوات اللي كنا نستخدمها سابقا نحطها في المحل يعني لانه هذا شيء بنعتز فيه كارث للعائله تبعتنا. مطعم افتيم يعني يمكن نقدر نعتبره من المعالم التاريخيه الموجوده في بيت لحم، يعني قديما والى طابع خاص ونكهه خاصه، بتتمثل هاي الطابع الخاص وهي النكهه الخاصه بانه قديم، بتميز في صنع الفلافل والفول والحمص بدون يعني تفرعات اخرى، صيطة طبعا موجود وين مكان بين الصغار والكبار، يعني في المدينة او في المدن الموجودة
حول بيت لحم في القرى الموجودة حول بيت لحم، يعني صغار كبار بيعرفوا إن مطعم أفتيم، والكل يعني صار يعتبره زي وبنشوف الابناء في نفس الصنعه وفي نفس المهمه وبنفس الطابع ونفس الشخصيه ونفس التركيبه بالتعامل مع الزبائن والزوار للمطعم. ويقدر عمر هذا المكان باكثر من 200 عام، ما جعله مقصدا لسياح وزوار مدينة السلام ومحطة مهمة لزيارة الوفود والشخصيات الرسمية. النكهة التراثية الفلسطينية القديمة والحنين لأيام الأجداد، هذا ما يجذب زوار مدينة بيت لحم لزيارة هذا المعلم السياحي. لبرنامج بيت العيلة، وعد الكار، بيت لحم، فلسطين المحتلة.